بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة هنتكلم فيها عن موضوع جديد من موضوعاتنا في Revit Structure. النهاردة ان شاء الله هنتكلم عن موضوع مهم، الا وهو البارامترز في Revit، وهنركز بشكل اكتر عن الشيرد بارامتر والبروجكت بارامتر، وايضا هنتكلم عن باقي انواع، غالبا هنتكلم عن معظم انواع البارامترز ان شاء الله، وهندي امثلة عن احدى استخداماتها. ولكن طبعا استخدام البارامتر ممكن يبقى فيه اشياء كتيره جدا متنوعه، حضرتك بتهيئه للاستخدام اللي يفيدك في شغلك. خلينا نخش في الموضوع ونقول ان البارامترز ار يوزد تو ديفاين اند موديفاي اليمنتس، يعني المتغيرات بشكل عام في الريفت بتستخدم لتعريف او تعديل العناصر، as well as to communicate more information in tags and schedules، ايضا عشان تستخدمها حضرتك في بعض التغييرات او في بعض التعديلات في التاجز او في السورتنج اند جروبنج مثلا في السكيدجولز. بيقول لك برضو ان البارامترز ار او البارامترز ذات يو كرييت ديسبلاي ان بروبرتيز باليت اور تايب بروبرتيز دايالوج. ده يعني ايه؟ يعني زي ما قلنا قبل كده ان حضرتك ممكن تخلي البارامتر يظهر في بروبرتيز باليت اللي هي الجزئيه دي على بعضها كده، تظهر في اي منطقه من المناطق دي حضرتك تختارها، او تظهر جوه الايديت تايب من الداخل. لحد دلوقتي كلام جميل وبسيط ومفهوش جديد. بيقول لك برضو ان انا عندي حاجه اسمها السيستم بارامتر. System parameter are built in to Revit and cannot be changed. The built-in parameter أو system parameter هو البارامترز المتعرفة بشكل دايركت في الريفت اللي حضرتك ما بتقدرش تغيرها. يعني والله حضرتك هتعمل مثلا عمود، تخش على الايديت تايب بتاعته بتلاقي مجموعة من البارامترز، ينفع تضيف اليها؟ اه ينفع. ينفع تعدل في السيستم بارامتر؟ لا ما ينفعش. هلاقي هنا برضو في مجموعة من البارامترز، هل ينفع اغير فيها؟ لا ما ينفعش. ينفع اضيف اليها؟ اه ينفع. ده كان بخصوص السيستم بارامترز، وطبعا بيظهروا في التاجز والسكيدجول والبروجكتس والفاميليز الى اخره. وفي النهاية بيقول لك you can create custom parameters for a project and for any element or component category in the project. كلام جميل جدا. خلينا نخش على الموضوع الرئيسي بالنسبة لنا، ألا وهو الـ types of parameters in Revit. عندي حاليا أربع أنواع من البارامتر، واللي هما الـ project parameter، shared parameter، family parameter، والـ global parameter. مبدئيا الـ project parameter are specific to a single project file. يعني project parameter بيكون متعلق بالـ البروجكت اللي حضرتك شغال فيه. بيقول لك they are added to elements by assigning them to multiple categories of elements, sheets or views. ولو حضرتك فاكر او لو حضرتك متابع على القناه هتلاقي فيديو متعلق بالكستمايز للبروجكت براوزر، هنكون ساعتها في استخدمنا بروجكت بارامتر عشان نحاول نودي البلانز اللي احنا عايزينها للمكان اللي احنا عايزينه بشكل منسق في البروجكت براوزر بتاعنا، وبرضو هنسيب لينك الموضوع ده في الديسكريبشن. من مواصفات ايضا البروجكت بارامتر ان الانفورميشن ستورد ان بروجكت بارامترز كانت بي شيرد ويز اذر بروجكتس. كلام واضح جدا، البروجكت بارامترز ار يوزد فور سكيدجولينج سورتنج اند فلترنج ان ا بروجكت. ولكن خلي بال حضرتك ان البروجكت بارامتر مش هتلاقيه موجود في التاجز، هيستخدم فقط في السكيدول، ولكن في التاجز مش هيكون موجود. طب ده معنى ايه؟ خلينا كده والله نروح نشوف ممكن نوضح الكلام ده ازاي. انا هنا مثلا فاتح تمبلت من التمبلت الديفولت بتاعت البرنامج، عايز اعمل تقسيمة جديدة للبروجكت براوزر ده، عايز لما اقف والله على البلان ده يبقى عندي هنا اختيار ك انستنس يقول لي والله انت عايز تودي البلان ده فين. اقول له كويس جدا، احنا كده محتاجين نعمل بارامتر. هاجي من الريبون الخاصه بالمانج ثم البانل الخاصه بالسيتنجز، هلاقي هنا البروجكت بارامترز. اقول له والله انا هعمل اد،
كويس جدا. اسمي البرامتر مثلا وليكن فيو 1، وهقول والله في الديسيبلين ده كومن مفيش مشكله. التايب اوف بارامتر، هل ده لينس؟ لا مش لينس، انا مش هقيس بيه مسافه، مش رقم، مش انتيجر اعداد، مش اريا، مش فوليوم، ولكنه تكست. انا هكتب والله ان الكلام ده عايز اوديه للمكان التاني. وخلي حضرتك زي ما قلنا احنا اتكلمنا عن الموضوع ده بالتفصيل اكتر في فيديو تاني، هنسيب اللينك في الديسكريبشن. الجروب بارامتر اندر، يعني البارامتر ده يكون موجود فين؟ انا والله هسيبه مثلا عند الايدنتيتي داتا، بما انه متعلق بيه الايدنتيتي داتا. ثم والله هقول له، بيقول لي هنا انت عايزه كتايب ولا انستنس؟ طبعا انا حاليا محتاجه انستنس، محتاجه يظهر لكل انستنس او لكل بلان يظهر في قائمه البروبرتيز على طول اوديه فين، مش للتايب، لان عملت التايب وعندي كذا حاجه داخل نفس التايب هيحصل التغيير ليهم كلهم، ومحتاج اخش على ايديت تايب. لا طبعا انا محتاج اشتغل كانستنس مره واحده. اقول له والله الموضوع بتاع البارامتر بتاعي متعلق بيه الفيوز، وشكرا، وهقول له اوكي، واقول له اوكي. وزي ما حضرتك شايف جاست انك واقف مثلا على ليفل 2، هتلاقي هنا في الايدنتي داتا البارامتر اللي حضرتك لسه عامله وسميته في 1، وبياخد قيمة كتكست. كويس جدا. خليني دلوقتي اروح للبروجكت براوزر بتاعي واعمل كبراوزر اورجانيزيشن، واقول له والله انا هعمل براوزر اورجانيزيشن جديد جدا، وهسميه مثلا والله ماي تمبلت مثلا، اقول له اوكي. اقول له والله انا هعمل في جروبنج اند سورتنج جروب باي ال فيو 1، او البارامتر الجديد اللي حضرتك عملته. اذا حضرتك لقيت ال بارامتر اللي حضرتك استخدمته، لقيته في الجروبنج اند سورتنج. كويس جدا. خلينا برضو نوضح ازاي البروجكت بارامتر هيكون موجود في السكيدجول ولكن مش هيكون موجود في التاجز. خلي بالك احنا خلاص عملنا بارامتر كبروجكت بارامتر وسميناه فيو 1، وقلنا ده متعلق بيه ال فيوز. خلينا نعمل بروجكت بارامتر جديد متعلق بيه الاعمده وليكن. خلينا برضو الاول بالمره نرسم كده كم عمود بشكل بسيط على كام كاميرا عشان الموضوع يبقى اوضح. انا واقف في ليفل 2 هرسم كدبس، واروح لليفل 1 مفيش اي مشكله، اقول له والله ارسم لي اربع اعمده بالشكل ده، وهقول له برضو ارسم لي وليكن جريدز بالشكل ده. وهقول له برضو ارسم لي مجموعة من الكاميرات اللي وليكن هي 30 في 60، وأقول له والله اون جريد، اعمل له حاجة بالمنظر ده، اقول له فينيش. وخليني اشيل التاج حاليا مي مش محتاجه. كويس جدا. خليني اروح وليكن لي ليفل 1 وارسم مجموعه كمان الاواعد، ولا انا اعتقد مش هنحتاج الاواعد، فخلينا نكتفي بمجموعه الاعمده والكاميرات اللي احنا رسمناها دي ونشوف نقدر نعمل ايه. فانا حاليا خليني مثلا اخش اعمل سكيدجول جديد ونشوف البارامتر اللي انا عامله اللي اسمه في 1، وهي نعم ملوش علاقه بالموضوع، بس خلينا نشوف برضه هيكون اصلا موجود ولا مش موجود. هقول له والله مثلا وليكن انا هعمل سكيدجول للاستراكشر كولوم، هقول له اوكي. هاجي هنا في الافاليبل فيلدز وادور على الفيو 1، ما لقيتهوش موجود. ده بكل بساطه لان اصلا احنا عاملين بارامتر مش متعلق ب الستراكشر كولوم، احنا عاملينه متعلق بالفيو فقط. خلينا نرجع للبارامتر اللي احنا عملناه،
ونشوف هنقدر نعدله ازاي. اقول والله موديفاي، واجي هنا اقول له مثلا انا عايز الموضوع هنا متعلق بيه الفيو ايضا بالاستراكشر كولوم، وليكن اقول له هايد ان تشيكد كاتيجوريز عشان اشوف انا معلم على ايه، واقول له اوكي ثم اوكي. هرجع تاني للسكيدجول وهقول له انا هعمل سكيدجول للاستراكشر كولوم، واقول له اوكي. هبص هنا هلاقي ظهر معايا البرامتر اللي انا كنت عامله طالما ربطته بالستراكشر كولوم. اذا البروجكت بارامتر اللي انا اشتغلت عليه ظهر معايا اثناء عملي في السكيدجول. طيب لو جيت اعمل مثلا وليكن تاج لمجموعة من الاعمدة، هقول له والله مثلا تاج اول، وهقول له انا هعمل تاج للاستراكشر كولوم، واختار اي لود التاج مش تفرق معايا حاليا، واقول له والله انا عايز اعمل اديت للفاميلي، ثم هقول له والله انا عايز اعمل هنا اديت للليبل. هبص هنا على البرامتر بتاعي مش هلاقيه موجود. طيب خليني مثلا اقول له انا هعمل اد للبرامتر، هلاقيه الاختيار منحصر في الشيرد بارامتر فقط لا غير، هو اللي هينفع يظهر معايا في التاج. كويس جدا كده احنا قدرنا نوضح يعني ايه البرامتر اللي حضرتك عملته هيظهر فيه او تقدر تشتغل بيه في الاسكيدجول، ولكن مش تقدر تشتغل بيه في التاج. وكمثال للبروجكت بارامتر، طبعا ان البروجكت بارامتر كان بي يوز تو كاتيجورايز فيوز within a project، موضوع الفيوهات اللي احنا ظبطناها، وزي ما قلنا هنسيب اللينك بتاعها في الفيديو. نخش على الموضوع التاني الا وهو الشيرد بارامتر. شيرد بارامتر هو اعم طبعا واشمل شويه من البروجكت بارامتر. ليه؟ لان حضرتك بتعمل له سيف في مكان منفصل تقدر تستخدمه في اي مشروع براحتك. حضرتك بتعمله مره واحده وبعد كده تعمل له انسيرت في اي مشروع اخر. وطبعا الشيرد بارامتر يمكن استخدامه في التاج والسكجول. خلينا برضو نروح نعمل مثال بسيط كده للشيرد بارامتر. خلينا بس نمسح التاج ده حاليا مش محتاجينه. انا والله دلوقتي وانا بعمل وليكن تاج للاعمدة او للكاميرات، فبقول له ان انا مثلا بخلي اللي يظهر في التاج البرامتر الخاص بيه التايب كومنت مثلا. لا والله انا مش عاجبني الموضوع ده وعايز اخلي في برامتر خاص لكل العناصر بتاعه الاعمده او لكل التايبس بتاعه الاعمده، يكون متوضح لي فيه البرامتر ده ان ده ليه علاقه بالاسم اللي هيظهر في التاج. خلينا نشوف نقدر نعمل كده ازاي. هاجي يمين مانج كالعادة وهقول له المرة دي مش بروجكت بارامتر، اقول له شيرد بارامتر، وهقول له والله انا خليني بس امسح ده علشان ده كان معمول قبل كده. هقول له والله انا هعمل كرييت لي واحد جديد خالص، بقول لك اللي موجود حاليا عايز تعمله سيف مش هيفرق معايا، انا هعمل واحد جديد وهسميه وليكن نيم تاج، وهقول له سيف. زي ما احنا شايفين الفايل الخاص ب الشيرد بارامتر بتسيف ك تي اكس تي اكستنشن، وحضرتك تقدر تستخدمه في اي مشروع اخر. يعني دول اتنين تانيين كشيرد بارامتر، ده واحد التالت بتاعهم، وهقول له سيف. انا كده عملت كرييت او عملت مكان اللي هعمل فيه كرييت لشيرد بارامتر جديد. لازم احط الشيرد بارامتر جوه جروب واسمي الجروب وليكن تاجنج، مش تفرق طبعا الاسامي مش تفرق، حضرتك سمي زي ما انت عايز. بعد ما سميت الجروب دلوقتي تقدر تسمي البارامتر بتاعك وتخصصه زي ما انت عايز. هنا مثلا والله هسميه نيم اوف element in tag.
وبالنسبه لي الديسيبلين طبعا هو القومي مفيش مشكله. وبالنسبه للتايب اوف باراميتر هو برضو تكست. ليه تكست؟ لان انا حضرتك وانا جوه العمود مثلا اللي هو 40 في 60 هقول له ده والله انا هسميه سي 1، اذا انا هعمل ادخال للبارامتر ده بكتابه كتكست، فمش محتاج له نمبر ولا لينجث ولا اريا ولا فوليوم ولا حاجه من الحاجات دي. لو انا بعمل بارامتر ليه علاقه مثلا بمسافه بين عمودين، في الحاله دي هختار لينس وهكذا. فانا حاليا هختار تكست. بالنسبه لي التول تيب هو تعريف بسيط عن البارامتر اللي حضرتك بتعمله، ممكن تضيف الشيء بتاعك هنا وممكن لا مش تفرق كتير. هنا مثلا والله نقول ده شون name of the element in tag، وهقول له اوكي ثم اوكي ثم اوكي. انا حاليا عملت كرييت للشيرد بارامتر. انا دخلت على البروجكت بارامتر وهعمل دلوقتي اد، وهقول له بقى انا خلاص عملت كرييت للشيرد بارامتر، عايز بقى استخدم الشيرد بارامتر ده في المشروع عندي. اقول له والله انا دلوقتي هستخدم الشيرد بارامتر، هلاقي طبعا كل حاجه اتقفلت. فهقول له انا هعمل سيلكت، هلاقي ال شيرد بارامتر اللي انا عايزه، ولو عايز حاجه تانية طبعا هخش من قائمه اديت واتعامل معاها. ال شيرد بارامتر بتاعي كان اسمه نيم اوف ايلمنت انتاج، مفيش مشكله. هقول له اوكي، هلاقي ان الجروب بارامتر اندر موجود كتكست. طبعا الحاجات دي احنا عملناها قبل كده، فيها اتفهمت مش هتقدر تعدل فيها. انا خليني بس الاول اقول لك احنا هنستخدم الموضوع ده كتايب ولا كانستنس. انا والله عامل البارامتر ده عشان اعتبره كمدخل اسمي بيه العناصر بتاعتي، سواء ككاميرات او كاعمده مثلا او كاي شيء اخر، يعني مش تفرق. فانا دلوقتي والله عندي التايب بتاع الاعمده اللي هو 30 في 60 هيبقى سي 1، وفي نفس الوقت التايب ده في منه 10 انستنس، في منه 10 اعمده 30 في 60 في المشروع. وعندي التايب التاني مثلا 40 في 60 ده سي 2، وانا عندي من سي 2 ده 10 من 10 تانيين. وكذلك بالنسبة لي الكاميرات، كاميرا 30 70 دي والله متكررة 100 مرة وكلهم بي واحد بالنسبة لي، وكاميرا ال 30 في 60 دي متكررة مرتين ثلاثة ودي بالنسبة لي بي 2. إذا وبكل تأكيد أنا محتاج البارامتر بالنسبة لي يكون كتايب مش كانستنس، لأني أنا عايز أدي اسم للتايب مش بدي اسم للانستنس. أعتقد الموضوع واضح. ثم هاجي هنا اقول له بقى والله البرامتر بتاعي ده متعلق بايه. كويس جدا. انا والله مثلا هقول له ده يا سيدي متعلق بالولز، عشان عندي شيل وول ولا حاجه هسميها، ولو عندي مثلا الاستراكشر فريم وعندي الاستراكشر كولمز. وممكن نكتفي ونجرب ونقول له والله خلينا بس نعمل انا تشيك عشان نشوف نتاكد ان احنا معلمين على ايه بالظبط، وهقول له اوكي ثم اوكي. كده اصبح عندي الشيرت بارامتر جاهز وموجود في المشروع عندي. طيب انا اقدر اعمل ايه حاليا بالشيرت بارامتر ده، او اقدر الاقيه فين؟ احنا قلنا ان هو ليه علاقه بالتايب. فانا جاست والله لو وقفت على اي عمود وقلت edit type، هلاقي تحت بند التكست النيم اوف element انتاج اللي انا قلت عليه. في نفس الوقت لو وقفت على اي كاميرا قلت لها edit type، هلاقي برضو البرامتر اللي انا استخدمته نيم اوف element انتاج موجود عندي. كويس جدا. خليني بقى استخدم الكلام ده. انا عندي الاعمده 60 في 750، واضح ان كل الاعمده 60 في 750. فخلينا مثلا نغير ده، نقول له ده مثلا هيكون 450 في 600، ونخلي الكاميرات 300 في 600، ونخلي مثلا دي 400 في 800. كويس جدا. هاجي دلوقتي والله هعمل تاج للأعمدة، وليكن هاجي من انوتيت كالعادة هقول له تاج اول، وهقول له structure column tag، وهقول له اوكي.
هاجي هنا على التاج فاميلي وهقول له اديت لي الفاميلي، اقول له والله خلينا نخلي الموضوع بشكل افقي وفي نفس الوقت نعمل اكسبانجن كده عشان الموضوع يبقى افقي بشكل كلي، ونيجي من edit label وندور بقى على البرامتر اللي احنا استخدمناه او اللي احنا عملنا له create اللي كان اسمه name of element in tag، ملقتوش موجود، ده شيء منطقي جدا. هاجي من هنا هقول له add parameter وهقول له select، هلاقي ال name of element in tag موجود، هقول له اوكي ثم اوكي، هلاقي البارامتر ظهر عندي بشكل طبيعي جدا. قول والله انا عايز اللي يظهر في التاج هو البارامتر بتاعي اللي انا ضفته، وهقول له اوكي. كويس جدا، انا حاليا لو عملت لود للفاميلي بعد التعديل للمشروع بتاعي هلاقي الموضوع بتاع التاج اتحول لعلامات استفهام. ليه؟ لان حضرتك مش مدخل قيمة للبارامتر اللي انت ضفته، يعني البارامتر موجود ولكن واخد قيمة صفرية، القيمة فاضية، فطبيعي جدا يدينا علامة استفهام. مش مشكلة، هسيبه يديني علامة استفهام واشوف هعمل ايه. خليني بس اعمل له لود بروجكت، اقول له اوفررايد ذا اكزيستنج، الاقي الموضوع كله قلب علامات استفهام بشكل طبيعي جدا. هاجي والله على العمود اللي هو 600 في 750 ده، وهقول له النيم اوف اليمنت انتاج ده مثلا كان سي 1. كويس جدا، والعمود الثاني كان 400 في 600، وهقول له والله ده وليكن هسميه سي 2. يبقى القطاع ده متسمي كده والقطاع ده متسمي كده، وهقول له ابلاي وهقول له اوكي. هلاقي الموضوع اصبح بالشكل ده، شالت علامات استفهام واصبح عندي الموضوع بالاسلوب ده. ولو عملت حضرتك نفس الموضوع في الكاميرات هتلاقي نفس التعديل. حضرتك ده مثال لاستخدام الشيرد بارامتر، لكن انا بتكلم عن الكونسبت. حضرتك تقدر تستخدم الموضوع في اي جزئية تانية. حضرتك عرفت شيرد بارامتر بتعمل ازاي، بتلاقيه فين، ينفع تستخدمه فين. انا دلوقتي لقيته في التاج، لو جيت اعمل سكيدجول برضه هلاقيه في السكيدجول بكل تأكيد. هاجي من هنا واعمل موني سكيدجول وهقول له والله انا عايز اعمل سكيدجول لي ستراكشر كولوم. خلي بالك انا رابط الشيرد بارامتر بالوولز والفريمنج والستراكشر كولوم، فمش هيكونوا موجودين غير في الثلاث اشياء دول بس، اي شيء رابع مش موجود او انا مش معرفه داخل الشيرد بارامتر مش هيظهر معايا. الستراكشر كولوم هي حاجه من الثلاث حاجات اللي متعرفين داخل الشيرد بارامتر، اذا من المفترض الاقي بداخلها البارامتر اللي انا عملته اللي كان اسمه نيم اوف بارامتر نيم اوف اليمنت ان تاج، بالفعل موجود معايا بكل تأكيد، اقدر اضيفه زيه زي اي بارامتر اخر من الموجودين بالفعل او اي بارامتر تاني انا هعمله. ده كان الموضوع بخصوص الشيرد بارامتر باختصار، وزي ما قلت لك احنا بنتكلم عن الكونسبت، ولكن حضرتك تقدر بقى تستخدم البارامتر بالاسلوب اللي يوصلك للنتيجة اللي انت عايزها. هلاقي بعد كده عندي حاجة اسمها الفاميلي بارامتر. لو حضرتك برضو فاكر واحنا بنتكلم عن الايديتنج لبعض الفاميليز، كنا بنعمل الريفرنس بلانز ونديها دايمنشن، وبندي للدايمنشن ده بارامتر من الليبل. الموضوع ده كان عبارة عن الفاميلي بارامترز. هنا هتيجي بيقول لي ان الفاميلي بارامترز كنترول فاريبل فاليوز اوف ذا فاميلي such as دايمنشن، زي ما احنا عملنا قبل كده، اور ماتيريالز they are specific to the family. الموضوع متعلق، الفاميلي بارامتر مش هتعرف تستخدمه غير داخل الفاميلي. فخلينا برضو زي ما قلنا برضو هو مش هيظهر في السكيدجول والتاج طبعا، لان هو موضوع متعلق بشكل مباشر بالفاميلي. فانا خليني مثلا اخش على الفاميلي الخاصه بالعمود ده وليكن، وخليني والله اروح للفيو الخاص بالبلان حضرتك. كل يعني مثلا ده بارامتر ليه علاقة بالفاميلي متسمي ب يساوي 300،
دي بارامتر. لو انا عايز اعمل فاميلي بارامتر جديد، هاجي من هنا وهقول له كرييت بارامتر، وهلاقي هنا في التايب الموضوع اصبح فاميلي بارامتر. كانت قبل كده بيكون مكتوب بروجكت بارامتر ثم شيرد بارامتر، دلوقتي اصبح موجود فاميلي بارامتر وشيرد بارامتر. ده الموضوع الخاص بالفاميلي بارامتر.